باش تكاريني المره هذيا. دونك الاسئله معناتها باش نحكيو معناتها حاجات عليك انت، حاجات حتى العباد اللي يتبعوا فيك ولا يتفرجوا فيك ممكن معناتها ما يعرفوهمش. هذاك علاش معناتها ديجا ديما السؤال الاول نحب نبدا به، منين بدا الغرام بالجيمينغ؟ طياره برشا باهي نحكي لك من الاول. كنا احنا تحدثنا وجبدنا جيم اسمها كونتر سايك، الناس الكل تعرفها اكيد. انا ما بديش من وقتها، انا ريمون شفت اخواتي كيفاش مغرومين، وكان عندك البيسي عرفت القديم تحسه ماشينه لافي مش بيسي، تحسه يراك مع بعض وقطعه كامله تهز اوكي فهمت، تحس روحك تهز في كهرباء مش في بيسي فهمت، تحميو في حومه كامله. كانوا ياخذوا ديسكيت فيها 1000 جو فلاش ويلعبوا، ونشوف قديش مغرومين وبالسرقه يبداوا يتبعوا ويحبوا يلعبوا كل شيء. قلت يا اخي شنو هو وراء الغرام هذا كله، شنو اللي يخليهم يتبعوا حاجه كي، علاش ما واحد ما يخرجش يلعب سكوره يمشي يتفرج في التلفزه يتبع فيلم كذا. جربت تغرمت معاهم كي انا كنت نعيش في صفاقس، تحيه كبيره لاهل صفاقس الكل وتحيه للسيرين في الريجي. بكل صراحه ضحتها، هي قالت لي مره قول سي يا ودي انا مسخفني حما حتى حد ما سلم عليه حما المعلم هذاك الكينج هذاك البطل. اما خليني نقول لك انه دخلت في جو مش نورمال، انه كي وليت انت مغروم اكثر منهم 2000 اي تغرمت اكثر من برشا اصلا. اخويا من الاول فرح كيفاش غرمني، او تيا عرفت كي تقول واحد على سيري ولا كذا ويبدا يقول لك الطياره بعد تحكيو فيها مع بعضكم يا ودي نهارتي، ولي يحكي فيها اكثر منك وكذا تكره اللي انت قتلو. انا اخويا كره اللي غرمني بالجيمنج، علاش خاطر البي سي وليت كنا نهار امي راه ما عطانيش وامي تمشي له خوك صغير كيفاش ما تعطيش نحكي لك انت صغير يا ولدي وينك يا غالي ايجا يا ودي اسمع حطوا يلعب بركه. اما الفايده القرايه مريقلا الرول الوحيد اللي كنت عند العائله، وداير بالرسم يرحم والديهم بابا وامي خاطر الكوميونيكاسيون هي كل شيء. فهمت انا وياهم، قال لي شوف طالما القرايه مريقله ونومك مريقل ما نشوفش فيك معناها عاطي اهميه اكثر، وتبدا ماكش تاكل وماكش ترقد وماكش كذا امورك مريقله العب. هذاك الاتفاق. الغرام علولو 2006 تغرمت كونتر سترايك، دخلنا انترنت مي كنت نلعب في بيبلينات وقتها كان الاي سبورتس الالعاب الالكترونيه وقتها احنا ما نعرفوش باللي هذيكم هما الاي سبورتس، اما احنا كنا نعيشوا فيه. كان يجيو صحابي كبار وبالكهرباء امي تبدا دهشه، ولدي 10 سنين وجماعه بالكهرباء خويا ماشي امي كومبيتيسيون لعب يا ودي كل ويكاند جو مش نورمال. ونهار اللي نعمل حاجه مش نورمال في الجو تن جبت فراك طياره، الناس تعرف كنت ساك تعرف مثلا يا خويا في الكوره وماركيت بونت والناس تبدا تطبطب اي برافو وكل، حسيت روحي مش نورمال وانا ما عشتوش في حاجه اخرى. وي دونك نهار اللي عشته قلت ان ريت الاحساس هذاك نحب نعيشه يوم، نحب نحس بلي انا بطل يومي اللي هي الحقيقه لوجيك. وسورتو النصيحه النجم نعطيها نصيحه للعباد سورتو حتى توا صغار معناتها راه فما دي بارون اللي كما قلت انت معناتها يجيو الصغار يقولوا لهم راه القرايه وكل شيء، تنجم راك تلقى ان كومبرومي بيناتهم كيما عملت انا وكيما عملت انت داون. انا مومون دوني فهمتها وحدي وانا صغير، قلت انا نحب نلعب هما يحبوني نقرا سهله ياسر نعطيهم شويه اللي يحبوهم وناخذ انا من بعد نحب عليهم. مش حتى سي فري هو وقت احنا واحنا صغار نخموا احنا باش نعطيهم اللي هما ديما يقولوا راهو ليك انت اللي كنت احنا ما كناش نعرفوا ريالمون باللي الوالدين ريالمون شوف يخموا كان في مصلحتنا شيء هذا كبرنا وعرفنا، والانسان اللي باش يجيب صغير باش يزيد يعرف اكثر واكثر اكثر مني ومنك توا. خلي زاد نقول لك باللي اي حاجه تفرط فيها مش تضرك صح ولا صحيح. يعني حتى في ماكلات يقول لك خويا ماكله نافعه تضر تكثر منها تضرك. بالنسبه للخدمه انسان يحب خدمه مش نورمال، ليه يقول لك السيد ذاك تلمو ادمن الخدمه ما عادش عنده حياه ورك هولك ولا اسمه ما عادش انسان خدام. فهمتش نحكي لك دونك ريالمون اذا كان انت تعرف تعدل تعرف تحط وقت لحاجياتك الاساسياتك لعائلتك لقرايتك لصحتك لامورك، علاش ليه ما تغرمش قبل الناس كان ضد الكوره؟ اسمعني ليه ولدي ما يعملش هكا وما يكورش وباش يخسر مستقبله، انا ولدي باش يطلع كوارجي توا شكون ما يحلمش ولده يطلع كوارجي خويا؟ ينجم يطلع كوارجي وصل نيفو معين نتاع قرايه مثقف ينجم يحكي ينجم يقول كلمتين ولا جمله خويا معتدله مريقله مفهومه. خويا سيدي كورا روحه ما شاء الله فلوسه مريقله صحته مريقله واش خير من هكا؟ احنا بالنسبه ليا كذا نفس الشيء في الاي سبورتس، انا نعرف انسان تونسي من غير ما نذكره بالاسم مش يلعب تورنوا واحد ربح فيه 80 مليون بارتي نتاعو تورنوا واحد في السعوديه تونسي كهو. والسيد هذايا من اقوى الناس تقريت معاهم نيفو قرايه، وابوه من الاول شجع فيه ومتفاهمين ومتفقين وكذا في ليج اوف ليجندز اللعبه من غير الناس اللي انا تعرف يمكن تعرف اسمه يمكن يقول لك لا انا ما تقولش اي معاك ما تقولش فهذاك علاش ما حبيتش مي ما شاء الله. انا مش فلوس كهو مستقبل فما عبيد مثلا اخويا مش نحكي على روحي انا علولو، انا قلت علولو ما نجمش اخويا نريسكي هاي نلعب هاي نربح تنوع ما نلعبش ميغريت من اني انا جوار اني انا محلل معلق مقدم برنامج موجود في ايفرمنت كبار
تنظيم كذا وخدمه قاره زيرو ريسك بريسك طالما انا قاعد نقدم وي. وما فماش عمر في الحكايه. صحيح هو كلامك لوجيك دونك معناتها فما اون استوار اوتور دو الغرام كما قلت انت معناتها دونك مي من الغرام اللي توا سي بون قلت معناتها بدا بغرام خواتك هما اللي وراوك الغرام هذايا وانت رديتو خدمه دونك لهنا كيفاش بديت في ستريمينغ؟ على لولو مثالش نزيد حاجه اخرى بعد ما جاوبك على السؤال هذايا. شوف انا متاكد باللي فما ام ولا ابوك قاعد تسمع فينا ولدهم مغروم ولا بنتهم مغرومه. مانيش نقول لكم شنو تعملوا بالضبط، ما عنديش حق اني نقول لكم ندخل فيكم، يخلي نقول لكم انه انسان اذا كان وصل من الغرام عمل خدمه راهو عباره ما يستحقش باش يخدم حتى نهار. انا تو نعيش فيها الحكايه ذيك، راني مثبت لي سعاده كبيره وانا متاكد باللي تحبوا ولدكم ولا بنتكم يكونوا سعيدين. فاذا كان يكون فما معناه كادر معين احاطه للشيء هذاك تخليه هو يعمل اللي يحب عليه، مي في كادر معين ما يسيبش الحاجات المهمه وذكرنا الشيء هذا فخليه، ومش لازم يوصل يخدم بها، ينجم يكون هذاك زاد غرامه، ينجم يبعده على برشا حاجات خايبه، ما يفعظيمش يسهر هو ولا يعمل هكا ولا هكا، تلقاه خويا موجود قدامك تنجم تراه قدام عينيك، هيا يلزم نلعب عايش ولدي تاك ارقد يا خويا زاد نصيف ساعه مش رقد. ما فما حتى المهم خير اللي يمشي ثنيا اخرى. بيان سور بيان سور. بالنسبه للبثوث حكي مهم، انت ضحكتك كلمه بثوث، انا دخلت برشا في المرشي بتاع خليج الخدمه كل ما عاش خويا ستريمينج كل شيء. الستريمينج على لولو سامحني سمح فازي قصه مضحكه شويه وكان فيها تشجيع من عند الوالدين بكل صراحه، اللي انت تنجم تستغربوا برشا عبيد اخرين نجموا يستغربوا. مشينا نلعبوا كل هذا كونتر سايك في بيبلينات، فل صاحبي جاب كاميرا قلت له تعمل بها هذه؟ قال لي اليوم مش حل ستريم. اي فقلت له كيفاش وتصير الحكايه كل؟ قال لي شوف انا بدي راني ما عنديش برشا اليوم، مانيش عامل بون كيف ومش حاسس روحي باش نلعب الباهي هكا، انرجي ما عنديش وكله والحاجه تطلب انرجي. قلت له بسجل جرب. انا جربت مي حليت في الشين نتاعو هو، معناها لازمك مثلا كيما اليوتيوب عندك شين ولا مغني عنده شين، فما دي بلاتفورم تاع ستريمينغ كيما تويتش معروف بالستريمينغ، تعمل فيه شين وتستريمي على روحك خويا، الناس تعيش معاك الجو هذاك، عباره انا وراك في بيبلينات ولا انت خويا قاعد تلعب في الدار نتفرج فيك قاعد تلعب مثلا في طرحه بيبسي مان مثلا ولا اللي هو. عملنا جو على الاخر تخيل يتفرجوا فيه 30 واحد، وانا نخمم 30 واحد في دارهم يتفرج، واحد من المغرب خاطر طفل صاحبي هذا هو مغربي تونسي، فكان فما عبيت تحكي واه وين وين وقتها كيما نقولوا في البيك نتاعي في الكونتر سترايك. اوكي. يمكن من اقوى خمسه جوريات في تونس ولا اللي هو يا خويا نقولوا اقوى 10 يقولوا داون يمشي راديوتي ويكذب علينا. بالرسم انا يمكن وقتها في البيك نتاعي على الاخر لعبت شيخت ونعمل حاجه مش نورمال، عبيت ترياكتي عرفت هذاك الاحساس اللي كنت احسه، قلت لك عبيت ورايا ما فماش عبيت ورايا، ما فما عبيت تتفرج من البلاتفورم هذيك. عملت جو على الاخر روحت وانا مروح في ثنيه، وصلني طفل صاحبي اكبر مني في العمر حكيت لك عليه وداير اليومين هذا صحابي انا وياه 16 سنه 15 سنه ديما ينصحني هو ناخذ خاطر فيتني بمراحل في الحياه، اتغرب قبلي فهمت قرا قبلي كمل قريته قبلي دونك نصيحه نتاعو ما تشريش بالفلوس كما يقول. ما شاء الله عليك. انا خويا نحكي معاه قال لي شوف علولو مش نعطيك موضوع، اليوم شفت الستريم نتاعك كل شيء شفت قداش عامل جو، راك ملاعبي وعندك تبيع طياره وراهو من الاخر العباد تلوج تلقى القبول ومعنى انسان يضحكهم وانسان يحبوه فيسع، راك تنجم تنجح على الاخر تنجم توصل نهار يتفرجوا فيك 1000. قلت له انا 1000 يا ودي انت ما تصيرش هذايا. بعد سنين وصلت ل 2600 وسيمولتاني في لايف. تعبت عليهم هذوك يا ودي مانيش مصدق انهم يتفرجوا يا ودي، تعرف كل شوي نتعدى نغزر تعبك شي يا ودي نقص واحد تاع حوادي وين مشي وين دخل فيه يوم بعد نتذكر يتفرج 2600 خليه يخرج 500 يا ودي مش مشكل حاجه مش نورمال. وعلولو كل نهار نقابل انسان وما شاء الله الكوميونتي اللي ما نعرفش هل خاطر انا ديما هكا فرحان بيهم وانا مريقل ومنظم ما عنديش زايد هذاك علاش هما الناس باهين، كل مره نقابل واحد مره دخلنا خويا الهواريه اللي جروت بتاع الهواريه باش نعوموا زودي بعت بيك الموضوع بالعكس بالعكس دخلنا باش نعوموا ما كناش كيفاش نقعدوا باراسول ولا وينك داون امريكا اللي جا بابا دهش يا ودي بابا وين نمشي ولا ولدي جيمر دي بابا عارف سمح حبوه ساعات يقول خويا ولدي يقرا عنده شركه نتاعو بالخارج يخدم في ماركتينغ ديجيتال عرف شويه بالحاجه هذوك ولا كان ولدي جيمر ولدي جيمر معروف تعرفوا اسمع يا ولدي مش درمال وبدا يدي قافت روكولر علي داون قال لي انا ما فهمتهاش من الاول تو علاش ما تفسرليش قال لي خاطر وصلت لسن معين وبعد مده كبيره وصلت وعملت حاجات والدار ما يعرفوش حتى خطيبتي كي تمشي مثلا تقول له تبدا كي بفضلك ايش يعمل توا علي
وامي ولا تقول اقسم بالله ولا نعرف ما نعرفش تي مو في اللعب نتاعو ندير شنو فهمت احكي لك مما تقول لي خدمه كما تدخل فلوس هو سي نورمال صحيح عندهم اما هي ريال مو مش هكاكه مي بالنسبه للعائله وبالنسبه لك انت اذا كنت خايف في مستقبلك هي هكاكه اي اخويا بعد اللايف اللي صار هذاك بعد 30 متفرج نمشي انا للدار حكي معايا اكيد صاحبي كوبرا تحيه كبيره ليه قال لي اخويا الغالي اسمعني راني نشجعك راه باش توصل يتفرجوا فيك برشا من عبيد نروح للدار اكيد باش نحكيو لازم ايكيبمون لازم شويه امور وشكون باش نمشي اخويا في العمر هذاك 18 19 سنه مشيو للوالد ربي فضله تحيه كبيره ليه قلت له بابا شوف اسمعني راني نحب نعمل هكا وهكا اسالني سؤال واحد وصارت الحكايه ريت كي قلت لك انا كوميونيكاسيون بيني وبين دارنا بالرسمي نتمناها لاي عبد الحكايه جيني بابا قال لي اسمعني تخيل روحك توصل بها قلت له بابا راني مش نوصل بها وانا متاكد بلي حق البيسي باش نرجعوا في ظرف عام باه رجع في 3 شهور الفلوس مش كل شيء اما انا عملت مسيره كبيره منها وريت روحك اللي تقد المسؤوليه هذيك هي الحاجه اللي ينجم مثلا البوي راه يخليه صدقني ما خممتش فيها ريال مو كمسؤوليه والا لي مي انا نعرف وحدي كش نحط وقت نجم نعمل حاجه باهية وسبحان الله تلمو انا مغروم وعامل جو بالحاجه هذيك الناس كي تتفرج فيه تعمل جو اذا كان انا جيت مانيش والدومين مي اسمعني قالوا لي راهو ستريمينغ كثير يا معلم جيني واحد قال لي اسمع لولو راهو اسمعني فيه فلوس وفما واحد يدخل في 100 مليون ودرا شنو هو بيان سور باش ندخل انا مانيش مغروم باش تدخل تلقاني مانيش مغروم ماشي حتى جو. حتى كده فادت تلعب باش يتفرجك باش يحس روحك باش يحسك انت قاعد بيان سور دونك باش يفد هو باش يولي حلو انا كنت نخبي عليهم معناها غربه واحد وكل شيء يحسوا بيا هو راهو ما يخرجش من الاول ما يقعد يحكي معاك يعني ش... اما بعد ريمو هو جاي باش يتفرهد ديفيرتيسمون هو كي مش تفرج في سيري باش تفرج فيلم باش تفرج فيك تلعب دونك هذاك اللي صار على الاول كيفاش جات لوبورتونيتي باش تكون من ستريمر الكاستر من ستريمر الكاستر باه شوف اي دومين فيه ريسك صح ولا لا صح باش تبعد على ريسك اللي لازمك لازمك يكون عندك على الاقل بلون بي اوكي دونك ريبارتيسيون دو ريسك اذا كان انت عندك قهوه تحل يا قهوة أخرى بعيدة يا مطعم يا بروجي آخر باش إذا كان بروجي طاح فيك عندك تقالف. حاجة هكا تصمد بها تعيش في الحياة هذيا ويكون عندك تحاول يعني تبني بها فلوس جديد بيان سور أنا خويا البلاتفورم حكيتك على المين بلاتفورم هذيا ما ليرمون ماهيش تخلص في التوانسة علاش على خاطر احنا ما عندناش ادز ما عندناش بيبليستيت تعدى في البلاتفورم هذيا اوكي فماش شركات تونسية مهتمة انها تعدي البيبي بتاعها تخلقوا دي بلاتفورم أخرين يخلصوا سولو الفيور شيب دي بلاتفورم يحبوا يكونوا هم منافسين للبلاتفورم الكبيره هذه دونك شنو ولاو يعملوا يعطيو انسنتف حافز اللي هما الفلوس فماش حافز اقوى من الفلوس نتصور انا في اي خدمه اي اخويا الغالي دخلنا في البلاتفورم الاولى بعد مده بركت دخلنا البلاتفورم الثانيه بعد مده بركت انا مش نقعد نستنى الثالثه باش نفهم انا من الاولى فهمت باللي لازم يكون عندي حاجه اخرى وما نكذبش عليك كوبرا كذلك مره اخرى السيد هذا مستشار كبير قال لي يا اخي انت فاش تعمل يا ودي فاش تستنى اي تخيل على لولو انا جتني فرصه العمل في الخليج انا صحيح نعيش في فرنسا ما جتني فرصه عمل في الخليج ماشيين وجايين وكل شيء فلوسها باهيه اما مستقبلها احلى ان تضمن بها وانا قاعد نفكر ليه وش نعمل وراقي هو قال لي اسمعني انت تلوج يا خويا تو ما فهميش حاجه اسمها ستريمينغ يا خويا انا اعطيك موضوع العباد فدت منك قلت له تنجمش تسير قلت له سيب يا ودي تنجم تسير يا اخويا نشوف فيها الحكايه ما فدتش منك ما عارف ما حتى بلاتفورم تخلص ابعد على الريسك انت برا عمل الحكايه هذيا برا شوف العبيد هاو الناس كل تحب تمشي تعلق تحب تحضر فيرمونات واسمع بالفلوس قديش يا اخويا نعطيك موضوع ما هو باش يصير لك حتى شيء باش تولي اقوى ستريمر اما باش تعيش كستريمر 5 سنين كبرت باش تكمل فيها الحكايه يا اخويا عرست هاي المراه نقنق ما فماش انا لاعب هذيا في الدار وواحد فهمتني ما فهم في الليل وانت تحكي وامشي بي وامشي وامشي درش مش فاهم شيء وتقول لك اي معلم اي خلينا نرخط فهمتني لوجيك ولا مش لوجيك على يا اخويا خدمه كيفاش انا اعطيك اقوى من هذا ماشي تخطب انت باش احكي لك واذا نرد خلينا نسافر الخليج واحد ونخدم ونعلق وتفصل اخويا تقول له شو سهله كيما شويني ما في اللعب لوجيك ولا مش لوجيك مفهومه اون بلوس دونك قررت اني نمشي في الحاجه هذيك ونشحت معايا ونحس انه لهجتنا معناك تعربها شويه تبيض اللغه نتاعك والعربيه نتاعك تنجح على الاخر شفتك ديجا في كومبيتيسيون صارت في كان من شغلت في فالو اللي صارت في السعوديه شفت حتى في كلامك انت العربيه فما الدارجه نتاعنا مي فما اكثر عربيه ما نحبش نولي نحكي بالخليجي وحده كل شيء نحب نخلي التونسي نتاعي فوالا فوالا هذيك ليدونتيتي هذيك معناتها لحث لي توانسه حتى سموث مثلا كي بدا يكاستي ما شاء الله عليك كيما قلت هذاك الشغل نتاع تونس راه نعطيك وعندنا مون اللي باش نزيد نحكي لك عليه اكثر هذاك علاش انا جبت لك قلت لك راه عندنا بالرسمي معلقين من معيار ثقيل جدا ومحترمين ادائهم ومستحقينهم في الكومبيتيسيونات الكل السيد هذا يا جماعه خليني نحكي لكم
بالرسمي اسمع صوته واسمه يعلق. يا اخوي تبدا ما تعرفيش الجو شنيه، انت تتفرج تتفرج مش الكلمات كيفاش يبدل كيفاش يتيح الريتم تاع الجو شويه يمشي بشويه يطلع ايمتريز. وسيد ذي مش نعطيك قديش مهتم انه يحسن من روحه ولا يتفرج ديما صوت تراج عربي. اوكي قال لك خويا ساعه نشد شعر نبدا نغني فيه عباره اغنيه شعر بالعربي. السيد عمره ما قرا شعر تلقاه. قال لك انا خويا سي بون العربيه نتاعي نحب نحسنها نحب نعمل منها مورد رزق ونحب ننجح وقاعد نسافر وحطوا فيا في وتله مش نورمال ويسافروا فيا وعطيني قدري بيان سور باش نمشي فيها حاجه طايره على الاخر. وليه ليبرتي الوقت السفر اكتشاف دول اخرى تعرف على ناس اخرين. راهو نعطيك موضوع لولو في العامين انسى الخدمه انسى التعليق انسى كل شيء تموت تعرفت على ثقافه اخرى بالرسمي تعيش برشا جو تعيش برشا جو. داون عندك فان بيز محترمه نصور يسمع من عندك انت الكلام هذايا خير من اللي يقولوا انا ولا يقولوا عبد اخر. دونك هو السؤال واضح ما عنيش برشا وقت هذاك علاش خليته في الاخر خاطر كان باش نتحلوا برسمي. ما تطولش لا لا مش ما تطولش لازمنا جيمنج روم اخرى باش نحكيو كان على السؤال هذا. للي بارون اللي يسمعوا فينا ولا حتى الصغيرات اللي يسمعوا فينا مغرومين اسكو فما دي زوبورتونيتي في تونس كي نحكيو جيمنج؟ باه انا باش نجاوبك بكل صراحه اي هذاك شنو طالبان. انا ما نحب حتى انسان يحط 100% ريسك. احنا في دوله معناها نجم تلقى روحك بطالب ديبلوم صح ولا ايه؟ مش معناها مظلوم ولا حاجه مي فما برشا عبيد تحب تخدم ما فماش برشا خدم صح ولا ايه؟ انا ما نريسكيش مثلا في بلدان اخرى. يا خويا انا مهما صار مهما صار خويا نولي ليفرور. انا واحد ما يرضيش يقول لك خويا انا ليفرور ندخل في 3000 يورو شي من رضيته نمشي نخدمها ليفرور نمشي نخدم في ريستورون معروف من غير ما نسميه لي ريستورون. من الاخر معناها في تونس ما لازمكش تريسكي 100% معناتها مش كيف في تونس راهو برشا دول راهو فما دول في الاوروب الرسمي عندهم دي بريفيليج كبار على الاخر. معناها فما اوبورتونيتي مي ديما عندك لازم يكون ان بلان بي. انا بالنسبه ليا يكون عندك ديبلومك نجم خويا تحط عويم تجرب فيه. اوكي نجم حتى مع القراي انا الحق ما حبيتش نبطل. انا كنت نجم بعد الباك نبطل خويا نقول نحب نولي لاعب محترف في لعبه ونوصل ندخل 30 مليون في الشهر ما حبيتش نعملها وحبيت نكمل في قرايتي وعملت باك بلس 7 عملت ليسانس في تونس وعملت ماستر في تونس وعملت ماستر اخرى في ليون في فرنسا. ما حبيتش نسيب قرايتي خاطر انا ياسر عجبتني القرايه اللي نقرا فيها عجبني ياسر التسويق والاي كوميرس والتكنيك دو فون ديستريبيسيون والجو الهيلمي نفس قرايتي. دونك انت فاهم اصلا بالنسبه للانسان ما يحبش قرايتي كيفاش كملتها؟ تعرف ايش كملتها؟ على خاطر بالرسمي لقيت روحي نجم نلعب ونحاول نخدم في دومين الجيمنج ونجم وتنجم قرايتك هي راني دبشي واحد نغسلهم ونطيب واحد ويركح واحد وعملت كل شيء. النوم هو نقص شويه الحكم تاع ربي فهمت ديما فما كالربع ساعه تسرح فيها بالكلاس هاو هذيك تعمل كل شيء في الدنيا لولو. شوف بالنسبه ليا ما تريسكيش. انا ديجا بالرسمي نحب حتى ستريمرز زملائي اللي يستريميو كل شيء. خويا واحد يجي يقول لك وصارت راهو فما ستريمرز دخل في برشا فلوس يجي واحد يقول له اسمعني حاب نبدا ستريم يقول اي خويا تي القرايش بتعمل هاني انا ما قريتش واسمع ستيف جوبز اينشتاين في بالك بيه تردون دخل مرة يبدا يحكي لي اي نعطيك حاجه على لولو. فما انسان نعرفه ما نحبش نسميه لا ستريمر لا الانسان اللي تبع نصيحته انسان تبع نصيحته لا قرايه تو لا صحه لا مخ لا حد شيء. السيد عمره 16 سنين بطل عمره 13 سنين القرايه سيد ما بوه توا في الموضوع ريت انا تو نحاول نقنع الوالدين في نفس الوقت نحاول نقنع الوالدين انهم ما يمشيوش معاهم 100%. انا اذا كان بابا وامي ما فماش هكا اللي شويه انكادرمون وانا نهرب شويه يجيبوني على فثنيه راني ضايع. وي دونك لونكادرمون هي التربيه ما توفيش كيما قلت انت يا قديش عمر مهما تكبر مهما تعرس مهما تجيب صغار راك قدام معناتها التربيه ما توفيش قدام الام والبو ونهار اخر تو كان انت تو تقول ولا حتى جون معناتها يقول يا اخي فاش يعملوا شبيهم هكا تو كي انت تكبر تو كي تعرس وتولي انت ريسبونسابل وعندك صغيرات تو تولي تعمل اوتوماتيكمون نورمال كيما كانوا يعملوا الام والبو خاطر يحبوا صغارهم وهذاك لو رول نتاعهم. دونك ربي يفضلهم الناس الكل ربي يفضلكم عايشك عايشك. نحن مازلنا مواصلين في جيمنج روم باش ندخلوا اكثر في الديفيرتيسمون نبعدوا شويه من الكوتي سيريو بالكويز بالبوديوم اما قبلهم نخليكم مع موجز الاخبار مع صفية المحرر.